زملائي الأعزاء، حابب أرحب فيكم أول شيء، إن شاء الله تكون بخير، وحابب أطلع عليكم بتسجيل جديد عنوانه لهالمرة هو إنغوت الـ MO0. إمتى وين وكيف نستخدمه؟ هذا رح نشوفه اليوم، بس حابب أول شيء ذكر ولو بشكل سريع بترتيب الإنغوتات من الأكثر شفوفية. بنبلش من الاوبال الى الاكثر ظلاليه، بننتهي بالهاي اوباسيتي الاتش او. وطبعا بنشوف ثلاث انغوتات اساسيه بمجال الشفاف، اللي هن ال تي، اللي هن ال تي، الام تي، والاتش تي، لو ترانسلوسنسي، ميديوم، وهاي ترانسلوسنسي. طبعا توظيفهم هو ب تكنيك الكات باك او الستيننج. وبنشوف طبعا انغوتين اساسيات للظلاليه، اللي هنن الميديوم والهاي اوباسيتي، وتوظيفهم بيجي باللايرنج تكنيك. طبعا اذا بتلاحظوا انه بالصوره اللي عارضها تحت جا حاطط انغوت من كل لون، من كل حزمه لونيه، الا بمجال الـ MO حاطط انغوتين اللي هن الـ MO1 والـ MO0. طبعا شو السبب برايكم؟ السبب انه مع العلم انه الـ MO هن medium opacity، فيفترض medium opacity 1 و medium opacity 0 هن توظيفهم فقط للحزمه اللونيه. MO0 تستخدم لالوان البليتش، الـ MO1 تستخدم لالوان الفواتح الـ A1 والـ B1. بس كتير مهم نعرف انه مع العلم انه لازم يكونوا بنفس درجة الظلالية، بس درجة البياض اللي موجودة بانغوت الـ MO0 بتعطي افضلية بسيطة عن الـ MO1 بالتغطية. طبعا لهيك يعتبر الـ MO0 درجة مستقلة عن بقية الانغوتات الـ MO. طبعا لهيك فينا نبلش على الشكل التالي بهي المعلومة الكثير مهمة، لنذكر أهم ميزات الـ MO0. معناتها أهم ميزة اللي هي هلا حكينا عنها، اللي هي درجة التغطية الأعلى، طبعا اللي بتجي مباشرة بعد الـ HO. ثاني أهم ميزة هي نسبة الفلورسنس اللي فيه. طبعا نسبة الفلورسنس كل ما عليت لو وقع على درجة البرايتنس، خصوصي إذا إجت من جوا لبرا، إذا كانت مؤسسة بالفريم. طبعا بيجي وراها مباشرة بعد الـ MO0 هو الأعلى بالفلورسنس بين كل الإنغوتات الموجودة بالإيماكس، وبيجي وراها مباشرة الـ LT Bleach 1. وكمان ما بخفيكم انه هي الاعلى فلورسنس بكل شيء انغوت حاليا موجود، حتى برات حزمه الايماكس. والميزه الثالثه للام او 0 هي درجه البياض اللي فيها، طبعا هي درجه البياض الاعلى. طبعا هذا الشيء كثير مهم نعرفه لما بننتقل لنحكي عن موضوع البليتش، وطبعا هذا الشيء رح نتركه لموضوع مستقل لحاله حنحكي عنه بالمستقبل ان شاء الله. خلونا نروح مباشرة لمثال بسيط حضرت لكم اياه، لنشوف فيه اربع فينيرز نفس الديزاين، واحد اتش تي بليتش 2، واحد ام تي بليتش 2، واحد ال تي بليتش 2، واحد ام او 0. كلهم نفس الديزاين، كلهم لهم نفس السماكة من الباكل سيرفيس. طبعا اخترت عينة BL2 او لون BL2 لحتى اقدر اقارن الانغوتات الثلاثة مع الـ MO0، ولحتى ليش بليتش 2؟ لحتى اشمل الـ MT بهي المقارنة، لانه نعرف افتح لون من الـ MT كانغوت هو بليتش 2. طبعا اذا بنطلع على العينات الاربعه، بنطلع على دليل الوان البليتش فوق، بليتش 1 للبليتش 4، طبعا
صعب نشوف فرق كبير بيناتهم، وخصوصا بين ال HTMT وال LT، تقريبا كلهم لهم نفس النصوعية، وخصوصي انه الخلفية اللي استخدمتها هون بأول مثال هي خلفية ناتشرال، خلفية ال ND1. اوكي، بس لحتى نسهل عملية المقارنة نحاول نسحب اللون من الصورة، يعني نسحب الكروما والهيو ونترك الفاليو، يعني نقلب الصورة لأبيض وأسود لحتى نقيم درجة النصوعية اللي فيها. طبعا لاحظوا انه الـ MO0 هي الأنصع من لون البليتش 1، ومو بس بدرجة، تقريبا بدرجتين أو ب3 درجات. ولاحظوا إذا بدنا ندور على ماتشينج باللون، إذا بدنا نشوف الماتشينج بين أي أحسن إنجوت من الإنجوتات الثلاثة اللي هن الـ HTMT LT الـ Bleach 2، أي واحد منهم عمل أحسن ماتشينج مع الـ Shade Tab اللي هو Bleach 2، بنلاقي انه الثلاث انجوتات كثير مقبولين بالماتشنج، كما ذكرنا لانه لون التحضير هو لون طبيعي هو ND1، وبالتالي اذا عم بعمل ستينينج ممكن ضل مع ال HT بليتش 2، اذا عم بعمل كات باك او لايك مايكرو كات باك ممكن انه ضل بين ال LT وال MT. لما تكون الحالة فيها تحضير في شوية تصبغ، مثل مثلا هون الـ ND5، ND5 في شوية أورانج. طبعا بهي الصورة حنشوف الأربع إنجوتات وقابليتهم للمحافظة على لون. الصورة الثانية حشيل الفينيريات الأربعة وحأرسم خط أسود على الستامب، وحارجع حط الانجوتات الأربعة محلها. طبعا هي الصورة حنشوف قابلية كل انجوت للتغطية، تغطية الخط الأسود. طبعا الخط الأسود هو كناية عن شيء extreme discoloration، مثل مثلا يعني tetracycline discoloration، ما أنا حالة بتواجهنا كتير، ممكن بنسبة 1%، بس أنا عم نشوف هون شو الـ الاكستريم كيسز اللي، وكيف كل انجوت ممكن انه يلبيها. طبعا اذا ما اخذنا صورة شملنا دليل الوان فيها لحتى نقارن ما نستفيد شيء. فبالصورة الثالثة عم نشوف نفس العينات بس دليل الوان البليتش موجود بنفس فريم. طبعا الصورة بتلاحظوا انه هي under exposure، نصوعيتها اقل من الصورة اللي شفناها اول شيء. السبب تخفيف اضاءة الفلاش، طبعا بتساعد بانه ما يعمل اي مفعول اضافي للتغطية، لما منخفض الباور تبع الفلاش نصير بنقدر نعمل محاكمة ومقارنة فعلية بالتغطية وبالماتشنج مع اللون دليل الالوان. هلا اذا بتطلع على، بركز بالصوره اللي تحته، بتطلع على بلش بال HT، بتطلع اول شيء على الخط الاسود فبلاقي انه ال HT كليا برات المعادله، حتى اذا طلعت على لونيا كماتشنج مع الشيت تاب البليتش 2 فبلاقيها شوي low value، فال HT هو برات المعادلة لما بيكون في عنا ND5. بنتقل لل MT Bleach 2. ال MT Bleach 2 تقريبا ما أنا مغطية الخط الأسود 100%، بس فينا نقول 95%، بس كماتشينج مع البليتش 2 كمان فينا نقول بنسبة، يعني ستيل عنا شوي lower value، بس صار الماتشينج جدا مقبول.
إذا نطلع على ال LT Bleach 2 طبعا كتير، إذا بنطلع بين ال MT وال LT بنلاقي كتير صعب نفرق بيناتهم، كتير قراب عن بعض، بس في شوية زيادة نصوعية موجودة بال LT عن ال MT. طبعا هاي الشيء كمان بيعطي زيادة درجة للتغطية، فمنلاقي كمان الخط الأسود تغطى أكثر، والماتشنج أقرب للبليتش 2 كدرجة نصوعية وكدرجة كروما. خلونا نطلع على الـ MO0. الـ MO0 طبعا بنلاحظ إنه الخط الأسود تغطى بنسبة أكثر من 95%. البرايتنس هي اعلى من البليتش 2 والبليتش 1، بس طبعا دائما نحن لما بيكون في عندنا تصبغ دائما الحصول على درجه برايتنس اعلى من الدرجه المطلوبه هي دائما شيء جدا عملي، لانه دائما مثل ما بتعرفوا بنقدر نخفض الفاليو، بس صعب نقدر نرجع نرفع الفاليو عن طريق الستين والبودره. فبكل بساطة بقدر على العنق تبع الـ MO0 نغمق شوي لحتى نعمل له ماتشنج مع الـ Bleach 2، وهذا طبعا السبب من أسباب إنه الـ MO0 بكل ما زاد تصبغ الـ ND هو حل من حلول الماتشنج مع ألوان الفاتحة. طبعا احنا عم نقارن مع البليتش 1 والبليتش 2، عم نقول ام او 0 بسماكه 1 ملي، بس اذا كان الماتشنج مع بليتش 3 وبليتش 4 ممكن حتى ال 1 ملي ما عدنا محتاجين له، ممكن ب 0.8 و 0.7 يكون كافي من الام او 0 لحتى نعمل ماتشنج ناجح ونحافظ على درجه فاليو عاليه. طبعا كل المقارنه اللي عملناها اللي وجدتكم اياها نقدر نعملها على اي لون بدنا اياه وبطريقه غير مكلفه عن طريق استخدام الاب اللي طوروه ايفو كلار فيدنت اللي اسمه شيد نافيجيشن اب، نقدر ننزله مجاني. وطبعا نحن اللي بنعرفه عن الاب انه هو غايته اختيار الانجوت، بيعطينا شو الانجوت الانسب لنختاره او البلوك او الزيركون. بس شغلة كتير مهمة اللي أنا دائما بذكرها بأي محاضرة أو بأي كورس، إنه أهم من إنه اختيار الإنجوت هو أداة لتجريب الإنجوت. يعني أنا إذا ماني واثق إذا لازم أستخدم MT ولا LT وماني عارفان كيف نتائجهم لونيا حتطلع بعدين، بإمكاني إنه أفتح الأب وأعمل الشيء اللي هلا رح ورجيكم إياه. طبعا راح اختار مجموعة معلومات اللي هن 5 معلومات، دخلهم على الاب وبعدين شوف شو حسب هالمعلومات الاب شو بيعطيني الانجوت الانسب. طبعا الانجوت الانسب هون اعتمد على سنين تطوير بهالاب، واعتمد على عدد ضخم من القطع تجربت وتصورت وانحطت بهالاب، لهيك نحن بنشوف صور حقيقيه بهالاب، صور لونيه حقيقيه. فكتير مهم لما بنحط المعطيات ونكبس انه generate results ما نتفاجأ احيانا انه ما في نتيجه. طبعا هي احيانا بتطلع بي لما بكون عم بستخدم الاب لالوان البليتش، ولما يكون عندي تصبغ كتير قوي، وقتها إذا ما طلع عندي ناتج لوني دقيق الآب بيقول لي ما طلع نتيجة لونية. فأنا اللي بعمله بحاول إنه أجبر الآب إنه استخدم إنجوت أنا بختاره لحتى فقط الآب يعرض لي شو النتيجة اللونية تبعه، ولو إنه الآب هو عم بيقول إنه نتيجته اللونية ما بتعمل لي ماتشنج مع المطلوب. طيب حورجيكم هلأ بالفيديو كيف بستخدم الآب، بس شوي سريع لهيك حبيت انه اشرح قبل ما شغل الفيديو. طبعا اول شيء بختار بدخل على الاب، الاب بعمل له داونلود، بعدين بعمل ريجستريشن فيه، وبعدين بقدر بستخدمه اوف لاين، ما في داعي انه يكون موصول حتى على النت.
هذا الشيء راح تشوفوه هون. أول شيء عم بعمل reset مستخدمه من قبل، وهي المعلومات الخمسة دخلت بريتش 2 أول شيء، بعدين دخلت فينير الاستطباب، بعدين دخلت ال ND هو ND5، بعدين دخلت ال layer thickness هو مثل ما اتفقنا الفينير اللي عنا يعني هو 1 ميلي، بعدين الماتيريال هي بريس. طبعا على هالمعطيات هي قال لي انه ما عندك ولا خيار، ما في اي خيار، فباخذ فري تشويس، انا بحاول اجبره لنقي انجوت خياري. فاول شيء طبعا طبعا اللون اللي بدي اياه هو بليتش 2، فبنقي امتي بليتش 2. خليني اشوف الامتي بليتش 2 على ان دي 5 شو بتعطيني. لاحظوا هذا شيد جايد لون حقيقي، قربتهم من بعضهم طلع ما في ماتشنج. رحت اخترت شيء الخيار الثاني اللي هو ال LT Bleach 2 بنفس المعطيات، طبعا اخذت Free Choice كمان واخذت ال LT Bleach 2. لاحظوا هون نرجع نختار ال LT Bleach 2، ولما لما بشوف مباشرة بتطلع صورته الحقيقية برجع بقارن بدليل الألوان، بلاقي انه تماما ال LT Bleach 2 أحسن من ال MT Bleach 2، بس هسه اللون ما عم وصل 100% للون البليتش 2 اللي بدي اياه. فهون تكمن أهمية الآب إنه بقدر أشوف وأجرب. طيب خليني أشوف ال LT Bleach 1 على نفس المعطيات، فكمان أخذت Free Choice ورجعت كررت نفس المعطيات تمام، بس هون بالفري تشويس المربع أخذت نقيت ال LT Bleach 1. LT Bleach 1 لاحظوا الصورة تبع ال LT Bleach 1، لاحظوا قديش قريبة على ال Bleach 1 تماما. ومن هون قدرت قرر انه الخيار الانسب لهالمقارنة هي او للماتشنج هو ال LT Bleach 1. طبعا اذا كمان ال LT Bleach 1 لقيته مانو ماتشنج او لو فاليو، فوقتها بنتقل لخيار ال MO 0 اللي هو بيكون خياري الأخير. وبهالطريقة بستخدم الآب لأستفيد ولجرب لحتى أعرف شو بدي أختار. طبعا الآب لحتى طور وصار قابل للاستخدام أكل سنين من الشغل وأكل عدد قطع ضخم جدا أو عدد صور، لانه مثل ما شايفين الصور اللي موجوده بالاب هي صور حقيقيه تصورت وانحطت كنتائج لكل الاحتمالات اللي ممكن احنا نجربها او ندخلها على المعادله اللونيه. ننتقل لحاله سريريه هون حنشوف فيها سنترالين، واحد كراون وواحد فينير. طبعا الكراون هو اللي التصبغ القوي اللي هو ال ND9، الفينير منه كتير افتح منه ND7. طبعا اكيد عم تفكروا انه ليه ما منروح HO High Opacity وبنضمن الماسكينج، بس طالما في فينير بالكيس صعب يعني نروح لخيار ال HO، صار خيار ال HO مستبعد. لو التحضيرتين اثنيناتهم كراونات كان احتمال كثير كبير نروح HO High Opacity. طبعا حتشوفوا هون لما صممنا وحقنا القطعتين حتشوفوا لون وحقناه ال MO0 حتشوفوا لون البياض طبعا طاغي اكثر على طرف الكراون. ليش؟ بسبب السماكة العالية. طبعا عندنا سماكة الكراون هي تقريبا بالواحد ونص ميلي، بينما سماكة الفينير تقريبا بالـ 0.6 0.7، واكثر على الفينير مأثر الصفار اللي جاي من ال ND7 لانه سماكته خفيفة. بس الشيء اللي كثير مهم انه حاليا لساتنا نتائج الـ MO0 فوق الـ 2 stumps ساتا درجة مصوعيتها أعلى من اللون النهائي اللي بنوصل له اللي هو الـ Bleach 4. وحنبلش هون بالـ Foundation، حنستخدم طريقة ذر البودرة، حنستخدم إما طبعا بعد ما ندهن طبقة كتير نعمل نرطب سطح
قطع بسائل الجليز، هنرش اما بودرة المارجن او بودرة ديب دانتين بهيك حالة، وحنخبص طبعا على البرنامج المناسب حسب البودرة اللي ذريناها. وطبعا بعد ما تطلع القطعة من الفرن بالاستعانة بجدول استخدام الستين والشيد تبع الايفو كولر، بدي اختار الشيد المناسب لحتى بلش اعمل ماتشينج مع لون البليتش 4. طبعا الجدول بيقول لي اذا بدي اروح للبليتش 4 لازم استخدم شيد دانتين 0 وبلش اعمل ستين، وبالاخص على الكراون لحتى اللي هو شايفين النصوعية تبعه كتير عالية، لحتى وطي نصوعيته شوي. وبس اكيد انه كثير مهم انه نحافظ عليها تضل اعلى من اللون النهائي اللي بدنا نوصل له، هذا الشيء كثير مهم. طبعا بنشوف بصوره اللي هي اوضح بصوره الابيض والاسود انه درجه النصوعيه هي ساتا اعلى من اللون اللي بدنا نوصل له بالاخير. طبعا لاحظوا هون القبعتين بعد التلوين مختلفتين كليا عن بعضهم، بس طبعا هذا الشيء ما يشوشنا، ما بيهمنا، بيهمنا دائما انه ما نشوفهم على الهواء وما نشوف ما نشوفهم على الموديل، دائما بيهمنا نشوفهم لما يكونوا موجودين على الستامب. وهون طالما هن في ماتشينج بيناتهم ولساتنا ماشيين بال المخطط المضبوط للماتشينج مع البليتش 4 معناتها هذا الشيء مضبوط. طبعا هون صرنا تقريبا جاهزين لنبني الباور دانتن والباور انسايزر. اللي بنعمله طبعا بنبني كل طبقه لحالها، بنبني الدانتين او الباور دانتين بعد ما يتم خبزهم بنطلع على اللون، نرجع نحطهم على ال ND ونتأكد بالماتشينج، إذا بيحتاجوا أي تعديل لوني بنعمله بهالمرحلة قبل ما نحط طبقة ال Incisor. وطبعا إذا الماتشينج تقريبا بين 90 لـ 95% بنكون ماشيين على المخطط المضبوط، وبعدين بنحط طبقة ال Incisor، لانه متى ما احتم طبقه الانسايزر صار صعب الرجعه لورا اذا الماتشنج منه 100%. طبعا وصلنا لماتشنج بين الطرفين ومع البليتش 4 فيني اقول بين 90 لـ 95% بهالمعطيات اللي هي الاكستريم بهالسماكات، بوجود فينير وجنبه كراون، بوجود اثنين ستامب كل واحد لون مختلف وتصبغ جدا عالي. بعتبره نجاح للحالة. طبعا سر الوصول لهيك نسبة بهيك وضع اكستريم هو شغلتين. اول شيء البلانينج المضبوط للحالة من الديزاين تبع القبعات لقرار الاختيار الانجوت انه رحنا للام او، وقرار اختيار التكنيك انه هو ليرينج. طبعا هدول شغلات كتير مهمة، هو وطبعا طريقة الانتقال بين الخطوات وتنسيقها من الفاونديشن للستينينج لشو بدنا نحط بودرة عليهم، هي اسمها كلها البلانينج وكيف نخطط للشغل تبعنا قبل ما نبلش كليا. الشغلة الثانية اللي كتير مهمة اللي سببت بنجاح الشغل هو التركيز على التغطية. شو قصدي بالتركيز على التغطية؟ طبعا واللي كان موجود معي بكورس او بمحاضرة من قبل دائما بذكركم وبركز على دائما البلانينج تبع الكيس تبعنا بدها تنحط باولويات. شغلنا دائما لازم نرتب الاولويات تبعه، ما بنقدر بكل حالة ناخد يكون فيها تصبغ عالي ناخد تغطية 100% وناخد استاتيك 100% وناخد اوبال سنتو مامولون 100%، صعب.
لازم نرتب الأولويات. أولويتنا هو مثلا بهذه الحالة هي الأولوية رقم واحد هي التغطية، رقم واحد. رقم اثنين الماتشنج مع لون البليتش اللي اخترناه اللي هو البليتش أربعة، معناتها المامولون والأوبال بيجوا كأولويات أخيرة هون. لأنه ولاحظوا إذا بتلاحظوا البناء جدا عادي دانتين وإنسايزر، لأنه إذا فكرنا إنه نحط أوبال ومامولون هون وإجا الأوبال على البادي تبع السن غالبا رح يأثر هذا الشيء على الفاليو وعلى الماتشينج باللون، واللي هن بالأساس قلنا إنه أولويتنا الأساسية. فكتير ندير بالنا على موضوع كيف نحط أولويات الحالة حسب المعطيات تبعها وحسب متطلبات الطبيب والمريض شو بدهم بالضبط من الحالة. بس حتى أختم هي الحالة بس حبيت ورجيكم لحظوا منين بلشنا بالوضع التصبغ اللي جدا مبالغ فيه، بس بضل في حالات تجينا بكل فترة وفترة بها التصبغات. وين بلشنا وين صرنا، وشغلة كتير مهمة انه ما بيهمنا وضع القطع ولونهم على الطاولة، بيهمنا وضعهم على الستامب الناتشرال ستامب اللي هي مادة الناتشرال داي ماتيريال اللي هي من نعملها مخبريا نتيجة بالأساس لون الستامب اللي بيكون الطبيب أخده ومتواصل فيه معنا. طبعا إذا الطبيب ما عنده دليل عنوان الستامب ممكن يأخذ لنا الدليل لون التصبغ من باستخدام شيد جايد ال HD، ونحن بعدين بالمختبر إذا عنا دليل واحد للستامب نقدر نعمل مقاربة بين اللون اللي هو أخده ولون الستامب ونعمل هالconversion وبعدين بنعمل الستامب physically ونحاول إنه نشتغل كل المراحل اللي وجيناها هلأ على أساس الستامب اللي موجود عندنا.